زيكوا أنجاس. عارفين مين اللي اللي بيستخدم اللغة الفظيعة دي؟ الشيخ وجدي غنيم الإخوانجي وهو بيتكلم عن المسيحيين. بيقول يا كذا يا كذا يا أنجاس الكلمة الوحيدة اللي ممكن تتنطق هي كلمة إنجاز التانيين كلها كلمات فظيعة وشنيعة جدا وهو بيطبق حاجة من القرآن اللي بتقول إنما المشركون نجس وهو بالنسبة له المشرك المسيحيين مشركين لأنهم بيقولوا إن المسيح هو الله هتلاقي مسلمين تانيين يقول لك ده احنا طلعوا عمرنا عايشين في سلام مع المسيحيين ومحمد محمد كانت لما تطبخ تروح مش عارف تجيب الفشه من عند ام جرجس وام تديها مش عارف العيش البتاء وحواديت كده جميلة برضو عن التعايش السلمي وعن السلام والتسامح بين المسلمين والمسائل الكلام ده بقى جاي منين الأنجاس ومجرجس ومحمد الاثنين هتلاقيهم في القرآن نفس التناقض اللي شفناه في التعامل مع التسامح والكراهية نفس التناقض اللي شفناه في التعامل مع الحرب والسلام نفس التناقض اللي شفناه في التعامل مع اليهود هتلاقيه بالضبط في التعامل مع المسيحيين في القرآن هتلاقي ان القرآن شاغل نفسه بشكل ملفت لحوارات مسيحية لا تخص في مكة والمدينة اطلاقا داخل في حوارات كانت في الدولة البيزنطية عن طبيعه المسيح، عن الوهيه المسيح، عن الفرق المسيحيه المختلفه، حوارات لاهوتيه عميقه حاشر نفسه فيها كده وساعات يعني يجيب قصص من السريان، يجيب قصص من العهد القديم، من العهد الجديد، وساعات يشط ويجيب حاجات لا علاقه لها ومحدش من المسيحيين يعرفها خالص. فاول ازمه لما يجي يتكلم عن الانجيل في المسيحية عيسى ما نزلش عليه إنجيل من السماء الأناجيل اتكتبت بعد وفاته تحكي قصته وتجربته محمد مصمم إن لا فيه كتاب نزل على عيسى اسمه الإنجيل وحي مباشر من السماء ليه بقى؟ علشان ده فيه ليه حاجة تخصه هو الحاجة دي بقى هي إيه؟ هي ان آه انه اسمه مكتوب في في الانجيل ومبشرا بنبي ياتي من بعد اسمه احمد فداخل داخل القران في البدايه عمال يقول كلام كويس جدا عن المسيحيين عن يعني لما بيجي يضرب مثلا الذين امنوا يعني ما بيخ ما بي يعني بيجيب اثنين بيضرب مثل للمؤمنين بيجيب مثل اثنين في سوره التحريم وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين يعني بدي مثالين للمؤمنين جاب منهم مريم فده يعتبر بيعتبروه بقى تكريم طب مين مريم ابنة عمران دي ولا المسيحيين يعرفوا عنها حاجة خالص إن, ان مريم ابنة عمران سوء تفاهم مريم ابنة عمران دي كانت مريم اخت موسى موسى بن عمران فلخبط الاسامي في بعضهم وراح جايب مريم دي حطها مع دي وخلاهم شخصيه واحده مريم ابنة عمران هتيجي تتناقش مع حد في مسلم فيها هيقول لك لا ده مش عارف ايه والاصل كذا وهو للتشبيه وليس لمش برضو الكلام اللي بيتكلم عن المسيح وعن اتباعه كلام حلو قوي يقول لك ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل تنه وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوه آه اللي اتبعوا المسيح دول ناس في قلوبهم رأفة ورحمة وناس كويسين وجمال جدا ما أي مشاكل آه آه معاهم برضو في آية تانية ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. طب ليه الآية دي بقى جايبها؟ الآية دي جايبها عشان يشتم في اليهود، يعني زي ما كان بيستخدم اليهود ضد بتوع قريش ابتدى يستخدم المسيحيين ضد اليهود. فيقول لك ايه؟ وأيدناه بروح القدس افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بيفكر المسيحيين خلي بالكم مسيحيين اليهود دول هم اللي قتلوا المسيح بتاعكم بيهيجهم على بعض. زي ما فاكرين لما في حلقه اليهود قلنا ان ان في القران بيقول لك ايه؟ وقالت اليهود وقالوا انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. فين فين قتلنا دي جايبها من اي نص من اي موقف. يعني القصه اللي المذكوره في في العهد الجديد ان اليهود ودوا المسيح لفلاتس الروماني عشان يحكم فيه ففلاس قال لهم طب ما تحكموه انتوا قالوا له احنا ما بن ديننا ما بنقتلش حد ممنوع علينا ان احنا نقتل حد في دين يعني ما فيش افتخار بقى لا بقتل ولا حاجه اهو ممنوع ان احنا نقتل القتل عندنا متحرم بس عايزهم هم الاثنين ايه يشبطوا في بعض زي ما قلت لك كده انا وابن عم على الغريب وانا وانا والأ... انا وابن عم على الغريب وانا واخويا على ابن عمي نفس ال... نفس المنطق ده. اول قصه عن المسيحيين في القران هي قصه اصحاب الاخدود. بيتكلم عن ناس مؤمنين كانوا في اليمن اضطهدوا بسبب ايمانهم المسيحي واتحرقوا اترموا في النار علشان والقران بيتعاطف معهم وبيقول بأي ذنب الناس دي تتقتل والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقوم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحكيم يعني هم من انتقموا منهم فقط عشان بيؤمنوا بالله دول المسيحيين لحد دلوقتي مؤمنين وزي الفل ومؤمنين اليمن بيعتقدوا الوهية <applause> المسيح زي زي مؤمنين مصر زي مؤمنين سوريا مع حكايه الوهية المسيح دي يعني البعض يقول ليه طبيعه واحده اللي هي الالوهيه بس والبعض يقول ليه طبيعتين الالوهيه والبشريه غير كده ما فيش غير كده ما فيش طب ما هم مؤمنين اهو ونفس الناس ونفس النوع ونفس العقيده ونفس الاناجيل اللي بين ايديهم طبعا هتلاقي صور بقى في القرآن سورة مريم وألا عمران عمالة تحكي قصة ميلاد المسيح من أولها لآخرها بكل الملابسات إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين وبرضه بيتكلم عن معجزات المسيح كلها ويبرئه الاكمه والابرص ويحيي الموتى باذن الله يعني كل المعجزات اللي موجوده في العهد وحتى اكثر منها بيقول عليها ان المسيح جاء بها انه في اكثر من هو بيعترف ان هو احيا الموتى دي حاجه المفروض ان دي ما فيش غير في ربنا بس يعني هو اللي يعملها القران نفسه معترف بهذا الشيء ورسولا إلى بني إسرائيل برضو الدخلة برضو زأ على بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وابرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية, لآية لكم إن كنتم مؤمنين بيحط عليه صفات إنه حتى بيعرف الغيب. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم وجئتكم بآية وجئتكم بآية وجئتكم بآية تتذكر إن دايما لما كان بتوع مكة يسألوا محمد هات لنا آية هات لنا معجزة فيجي يقول لهم إن كنت إلا بشرا رسولا. طب ما انت عمال ترص ايات ومعجزات هو تقول وعمل, وعمل 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 وانت جاي المفروض تقول ايه ده انا اخر واحد اللي مش هيجي حد بعد طب ما تعمل حاجه زيه اعمل حاجه كده زي موسى اي حاجه وري الناس اللي انت عايز تأمنهم لان واضح ان العمليه كلها كانت حد بيقدم ايه وحد بيؤمن بيشوف اه والله لا ده ده مختلف ده حاجه تانية لا بس هو عمال يستشهد بده ولما يجي حد بقى يقول له طب انت استشهدت بالناس الجمال دول تعال اعمل زيهم كده لهم ان كنت له الا بشر رسول اجيب لكم منين انما الايات عند الله لا الايات عند عيسى وعند موسى وعند نوح وعند يونس كلهم عندهم ايات فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله امنا به واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين برضو ضد اليهود ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ربنا بقى جه وقال لعيسى بعد ما اليهود مكروا عليه القصة الإسلامية كده وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم, فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون هو الصراع الإسلامي اليهودي الصراع الإسلامي مع بتوع مكة والصراع الإسلامي اليهودي ده ياخد ده يتعاون معه شوية ويرميه وبعدين ياخد دول يتعاون ياخد اليهود شويه يستشهد بيهم ضد بتوع مكه وبعدين يجي يتقرب من المسيحيين ويستشهد بيهم ضد اليهود وبعدين يروح جاي شايط في الكل هو ده المن الم المنهج الانتهازي في التعامل مع العقائد ان انت ما تمشيش على وتيره واحده مدحت ناس وقلت عليهم مؤمنين وقلت عليهم ان عقدهم سليمه وان في قلوبهم رحمه وان هم اقرب موده الى الذين امنوا، الآيه اللي هي المعروفه طبعا لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون بس انت لو كملت الآيات بقى هتعرف الشرط اللي خلاهم الرهبان الجمال دول حلوين و... والنبي بيحبهم ده, ده مش كل الرهبان المسيحيين بقى لا ده الرهبان المسيحيين اللي بيأمنوا بمحمد لانه بيقول بعدها الايه اللي بعدها على طول: "وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار". اه يبقى أقربهم مودة للذين آمنوا مش كل النصارى بقى قربهم مودة الذين أمنوا النصارى اللي لما يسمعوا القرآن يعيطوا يعني أمنوا بقى, بقى المسلمين وبيقولوا ليه ما نتبعش الكلام ده ليه ده ما هو من عند ربنا وكلام حلو وكلام جميل آه ف قلنا المدخل بتاع آه أن هو بيأسس لفكرة إن الإنجيل نزل على عيسى. فكرة مهمة جدا فكرة إن الإنجيل نزل على آه عيسى علشان المفروض إن داخل هذا الإنجيل في بشارة بنبي اسمه آه محمد أو أحمد وهنرجع لها دي تاني. لكن المهم إن هم ما اعترفوش بال بالبشارة دي. يعني البشارة هجيبهالكوا هي اللي هو بيقول فيها آه مبشراً بنبي من بعد اسمه احمد اه, آه واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. المفروض ان في انجيل نزل على عيسى من ربنا وداخل هذا الانجيل في بشاره بتقول فيه نبي من بعد اسمه احمد. جابوها منين المسلمين الحكايه دي او محمد جاب الفكره دي منين؟ فيه مقولة للمسيح في إنجيل يوحنا بيتكلم عن المعزي إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخرا ليمكث معكم إلى الأبد روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه إلى آخر الله. الاستشهاد. طبعا بالنسبه للمسيحيين الكلام عن الروح القدس. خاصه أنه هو بيقول ان العالم لن يعرفه لانه لا يراه يعني مش هيشوفه. بس حصل حاجه وفي مترجم مهم للقران اسمه محمد اسد كان من اصل يهودي واسلم وترجم القران قال يبدو ان حصل سوء تفاهم او سوء ترجمه ان كلمه المعزي اللي هي بتترجم على انها الروح القدس عند المسيحيين. لما تترجمت من الكلمه الـ الـ اليونانيه باراكليتوس اترجمت للسريانيه بحرف ناقص باراكليتوس فالسريان ترجموها الكثير الحمد يعني اللي هو يحمد كثيرا فجت منها كلمة محمدة حتى السوريان دايما بيستخدموا كلمة محمدانا للتجيل أو التعظيم مش كاسم وإنما كلقب فالظاهر بقى لما خد بقى من اليوناني للسرياني للعربي مع حد بقى مش, مش قد كده في الترجمة راح النص جاي قدام محمد كده قبل ما ما تنزل الايه دي فاحمد محمد تقريبا حاجه في هذا الاتجاه ف فراح مدخن نفسه فيها فلذلك في برضو حاجه بالنسبه لاسم محمد ان هو في مكه ما كانش فيه حاجه اسمها محمد خالص في القران ما فيش اي سوره مكيه فيها كلمه محمد ما فيش غير اربع مرات في صور مدنيه هتلاقي كلمه محمد مذكوره لما الترجمه دي ابتدت تظهر بقى والكلام ده وان اسم محمد اصبح ان هو مهم فطبعا المسيحيين اللي حوالين محمد في في الجزيره قالوا ما نعرفش حد اسمه محمد في الانجيل ولا بشاره ولا قال اي حاجه خالص عن احمد ولا محمد ولا اي حاجه ولا الاتجاه ولا السكه دي خالص المهم ان هو بعد ما رفضوا البشاره دي وبعد ما رفضوا الاعتراف بنفس اللي حصل مع اليهود بالظبط اليهود بقى بيسالهم ان هو مصدقا لما بين يديهم ومش عارف بتاع قالوا ما نعرفكش ما عندناش وحتى برضو اتبلع اليهود وقال ان في التوراه كمان انا اسم مذكور وفكره تحريف التوراه وتحريف الانجيل جايه من النقطه دي بس ان هو قال انا اسم مكتوب قالوا لا مش مكتوب قال ما انا اسم مكتوب قالوا لا مش مكتوب قالوا يبقى انتوا حرفتوا التوراه والانجيل اتنين الاثنين توطئوا قال ايه عشان ما حدش يعرف ان فيه نبي ايه جديد ظهر فابتدت لغه القران تتغير بقى ايه تجاه المسيحيين بعد ما كانوا حبايبنا واقرب موده وفي قلوبهم رحمه وكل الحاجات الجميله دي كلها لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم مش حيسلموا بلي بقى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أنت مش لسه من شوية عمال تقول فيه البدع وأحيا الموتى وعمل بس وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون فالشتايم ابتدت يعني تتركز بقى عليهم خلاص بقوا بقوا كفار بقى الذين كفروا من أهل الكتاب يعني بعد ما كانوا ناس محترمين بيستشهد بهم بقوا الذين كفروا من أهل الكتاب خلاص يعني ما ما افادونيش بحاجه، انا عايز اتعكز عليهم علشان اثبت نبوتي. اليهود رفضوني والمسيحيين بيقولوا ما, ما, ما عندناش في الكتاب بتاعنا وبعدين خلاص يعني المسيحيين عقيدتهم ان المسيح بتاعهم جه والخلاص بتاعهم على ايده مش عايزين نبي تاني، خلصت القصه بالنسبه لهم، اليهود مستنيين المسيح بتاعهم في اخر الزمان. فحيتحولوا فحي ازاي او حي... هيعترفوا بيك ازاي يبقى كده هم بينقضوا عقيدتهم اصلا يعني لو اعترفوا انه فيه نبي جاي بعد المسيح بتاعهم او بالنسبه لليهود غير المسيح اللي هيجي في اخر الزمان ما عندهمش الكلام ده فيبتدي بقى الايه الغل والشتائم ف الاخ المسلم اللي عمال يقول ده احنا طول عمرنا عايشين مع مع المسلمين المسيحيين في سلام وام محمد وام جرجس كانوا بيخبزوا مع بعض وبيعملوا حاجات جميله مع بعض. انت بتصلي خمس مرات في اليوم لو بتصلي 17 ركعه بتشتم المسيحي واليهودي فيها كم مره؟ 17 مره بتشتمهم فيها في 17 ركعه. ليه؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين في كل ركعه لازم تشتمهم هم الاثنين بذمتك كده بينك وبين نفسك انت ما انتش عارف مين هم في القران المغضوب عليهم ولا الضالين ما انتش عارف ان كل المفسرين بلا استثناء قالوا المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى طب بتضحك على نفسك بقى وتقول احنا متسامحين وطلعوا مننا عايشين مع بعض في سلام ليه بتقول ان القران بيقول لنا طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ومسموح لنا نتجوز منهم وتتجوزوا منهم، طب مش قرانك هو هو نفسه اللي بيقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتوله منكم فانه منكم، يعني اللي صاحبهم هيبقى منهم. طب مش ده برضه؟ يعني حق يعني دعوه الى الكراهيه ودعوه ان انت تقفل بينك وبين باقي البشريه؟ طب اللي بينك وبينه تسامح ومحبه وحاجات جميله دي كلها تيجي في ايه من اواخر ايات القران بتاعه الجزيه اللي هو بيقول يعني يعني قاتلوهم يعني عشان ما بيؤمنوش بدين الحق وقاتلوهم بقى لحد امتى؟ لحتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرين وهم صاغرون طبعا يد وهم صاغرون يبقى ازاي زي زيهم وازاي فيه عارف بقى لما بيجي بعد كده ويقول لك الكنيسة تتبني بس بدون صليب وبدون قبة وبدون جرس وبدون ممكن هيجي في الاخر يقول لك يمكن بدون صلاه يعني اعملوها بس البركه من بعيد ان انتوا تعرفوا انها كنيسه بس الحاجات دي كلها جايه من ما جايه من الايه بتاعت وهم صغرون عن يد وهم صاغرون هي ترجمة لها بالضبط حرفية آخر حاجة نزلت عن المسيحيين في القرآن هي دي ما تضحكش على نفسك وتقول ده احنا طول بسلام والاسلام بيحثنا على التسامح مع المسيح ما بيحثكش على التسامح بيحثك على انك تبني حاجز اخلاقي انساني بينك وبين المسيح واليهودي وغير المسلم بصفه عامه. هنتكلم في الحلقه القادمه عن المراه في القران نراكم على خير.